بجهود واسعة تسابق الزمن تتواصل أعمال تفريغ حمولة ناقلة النفط اليمنية صافر لتفادي وقوع أكبر كارثة بيئية في العالم كما وصفت أممياً. العملية التي طال انتظارها وتتم في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد من أجل نقل أكثر من 1,100,000 برميل نفط من الناقلة المتهالكة إلى سفينة جديدة أطلق عليها اسم اليمن. نسبة التقدم في عملية تفريغ الخزان العائم إلى الناقلة يمن تصل من 65% إلى 70% تقريبا. تم وضع خطة الهدف منها في حال لا سمح الله أي حريق حصل في السفينة، الخطة هذه عملية هي لعملية إنقاذ الطاقم المتواجد عليها. خطوط تفريغ صافر التي تعد منشأة تخزين وتفريغ عائمة تأتي بعد تحذيرات أممية واسعة من التدهور الشديد في حالتها الهيكلية ومن احتمال انفجارها نتيجة توقف عملية صيانتها منذ عام 2015 جراء تداعيات الحرب في البلاد. نرى أن هذا الحل الذي قامت به الأمم المتحدة حل جيد ولكنه حل مؤقت، لأن الخطر الكبير يكمن في النفط الخام واللي هو أكثر من 1,000,000 برميل والذي كان في خزان صافر، ولذلك كل الذي حدث الآن هو تم تغيير الوعاء. الأمم المتحدة أعلنت أن العملية التي ابتدأت الأسبوع الماضي ستستغرق 19 يوم ولكنها لم تتحدث عن متى سيأتي اليوم الذي تقوم فيه بتصريف هذه الشحنة أو بالدخول بعملية تسوية لفراغ الخزان بشكل كامل من أجل سلامة المنطقة. وتتوقع الأمم المتحدة أن تستمر عملية ضخ النفط التي بدأت في 25 يوليو الماضي لنحو 3 أسابيع على أن تبقى الناقلة الجديدة في المنطقة ذاتها. تتفاءل الأوساط اليمنية بانفراج أزمة السفينة صافر التي لطالما أرقت المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية على أمل المزيد من الجهود للتوصل إلى حلول تنهي الأزمة اليمنية برمتها. عمر الورفي، تلتي عربي، صنعاء.